باشا لسه في قضيه وهاتوا خد بيني وبين المحافظه القضيه شغال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الحين عم رمضان عايزين يهدوا الشقه اللي هتجوز بنتك فيها العيد اهو. رمضان عبد الله يا ابني زميلك في المحافظه. طبعا حضرتك غني عن التعريف بس حضرتك فاهم القانون ولازم ننفذ امر الهدم دلوقتي. يا باشا يا باشا سعادتك يعني راجل ده حماه يعني حضرتك وانا هتجوز بنته على العيد. انت كدبت عليا يا خميس. شوف شغلك حضرتك ده حق الحكومه. محدش فوق القانون يا خميس. يا عم معاش فوق القانون ده هناك عندها في المانيا. اسكت انت خالص يا خميس. بلاش فضايح بلاش نتكلم. ها وانتوا جايين تتكلموا عندي في البيت وانتوا الدور ده مترخص حصل. اشرب بقى وعشان قلت لك عازمهم يهدوا ولا ايه يعني؟ صلوا على النبي يا جماعه ان شاء الله بكره الموضوع يتحل. كل ده عشان خاطر عيون الاستاذ رمضان. لا النبي يا استاذ ما تعملش حاجه عشان خاطر. معلش اكراما لحضرتك يا استاذ رمضان احنا هنمشي دلوقتي وانت يا استاذ خميس لازم تروح تعمل استشكال بسرعه جدا والاستاذ رمضان عارف الاجراءات القانونيه اللي المفروض تعملها. السلام عليكم. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متشكرين يا اخوانا. معلش يا اخوانا رمضان كريم. الحمد لله لا حول ولا قوه الا بالله. انت وابوك ليكوا كلام تاني معايا. طب والله العظيم عدل ابني ومالكش دعوه. كدب عليك يا اخويا. طب انا اعمل ايه طيب؟ يعني انا كمان اعمل ايه يا خميس؟ اسيب البنت تتجوز في شقه وتتهدي عليها تاني يوم. بقول لك ايه؟ انا رايح اقعد في الجامع بدل ما اطق من جنابي. يا كداب. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا رمضان. دي الحكومه حنت وانت ما حنتش. علا نعم روحي كملي الصف. حاضر يا باشمهندس. على فكره المحشي ده انا اللي عاملاه يا رب يعجبك. تسلم ايدك. طبعا اكيد هيعجبني بس ده كتير قوي والله. بقول لك ما تودي الاكل ده وتيجي انت تفطر معانا. لا 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 بلاش بلاش. ليه؟ لا معلش يا دكتور خليني على راحتي احسن. معلش خلاص يا بابا سيبه على راحته. بس انا عايزك تفطر كويس عشان تخلص وتجيني. اه اكيد طبعا عشان انا اتغلب 6-0 كالعاده يمكن 7. الله الله متشكر جدا متشكر جدا. السلام عليكم. السلام عليكم. بابا يوسف ده محترم قوي برضه هغلبه. هات لي كاس يا ابني. هات لي كاس يا مرحبا يا مضو. افطر يا حاج حبيبي. صباح الفل. خد يابا انت طيب يا حاج ربنا شكلك فاطر انت مش هديك اصلا. صباح الفل. طيب يا حناوي ربنا يخليك بكره العيال مستنيني. يا عم ما قلنا لك العيال مستنيني. كل سنه وانت طيب. صوتا مقبولا وافطارا شهيا. كل سنه وانت طيب. دلم من نحو ابن ام هشام. ادخل قوام صلي المغرب. اه طبعا اصلي المغرب. مؤاخذة يا ليدو نبقى عايز السجادة عشان اخطف المغرب كده. متودي يا اخويا ولا تتودى؟ اه صحيح انا لازم اتودى والله السم فرهدني يا حماد. معلش وليد خد خطيب اختك واديله شبشب عشان يتودى وبعد كده خليه يصلي في اوضه ابوك. ها يلا اتفضل.
استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، اللهم اغفر لنا. مسك يا بنت ثناء، حطي دول في طبق روح اديله مني. ليه عيله صغيره؟ لا يا ست وليا عجوزه. ما فهمتي خميس بيصلي المغرب يا بابا. اه ربنا يتقبل بقى. طب بيصلي المغرب عشان بيفطر عندنا. يا بنت الراجل يسمعك، حرام عليك، خميس عمره ما بيفوت فرض. ضرب ركعتين في منت. اه يا رب العالمين، صلاه رجال الاعمال بقى. مساء الخير يا حمايه. اهلا يا خميس. اه اه ما يلا انت ما تخلصينا، اقطع الكيس وخلصينا. ايوه كده ولا شايف معايا له بغيره؟ لا يا اختي عيله بغيره. قريت عليا. عادي عادي قوم يا واد يا ولد من البيت. هو مكتوب على اسمي؟ اه مكتوب على اسمي كرسي بتاعي. يلا ادي لخطيبك شرب. انا يا ولية ده الطبق بتاعي. لا اله الا الله. ادي له شربه. الخير والبركه حمايه. حبيبي ازيك؟ كل سنه وانت طيب. بس بس عشان يعرف ياخد. ادي لخطيبك بقى. ربنا يعيدها علينا على خير. ربنا يعيدها كريم ونبي من عنده. السنه الجايه كده نفطر كلنا في بيتنا انا وراد روضه. يلا باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز ليمون؟ اللهم تقبل. انا عايز ليمون. هاتي هاتي ليمون. خد ليمون. انا عايز ليمون. خدي سلام. خدي يا بنت اكلي خطيبك. حاضر يا ماما. يلا بالهنا والشفا. خدي يا سناء. تسلم ايدك يا حماتي. تسلم يا اخويا. ايه ده؟ ده تليفون من الحاج. والنبي والنبي قول له يدعي لنا يا اخويا. خد يا وليد. ربنا يغادي. ايه يا حاج؟ ايه يابا؟ عمره مقبوله ان شاء الله. يا رب. ام عامله ايه؟ حلوه؟ والنبي يابا امانه والنبي سلم لي على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. يابا الحمد لله تمام، لا شقه زي الفل يابا الحمد لله. يا بس يعني كنت متفق مع النقاش يجي ياخدها وش نظافة كده وكله هيبقى زي الفل ان شاء الله. ماشي يابا، سلامة، مع السلامة، سلام سلام. لا اله الا الله محمد رسول الله. تنكد على ابوك يا كداب. نكد على الراجل وهو عند النبي يا حماية يعني. لا يا اخويا عيب. كل 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 لما نشوف هنعمل ايه في المصيبة دي. لا مصيبة ولا حاجة يا حماية، كله هيبقى زي الفل ان شاء الله. بس انت يعني همتك معانا. وانا اخويا عايز نعمل لك ايه؟ انت الخير والبركه برضه يعني. خدوا يا عيال مين مخش. قولي يا بنت يا سناء. قولي يا سناء ما تاكلي خطيبك. ما تاكلي يا رضا، انت هتفضلي تاكليه، هو صغير. لا هو قولي يا خميس. قولي يا خميس. معلش كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا بابا، رمضان كريم. انت طيب يا حبيبتي. الحرف رمضان بتبقى حاجه تاني، فروع نور وزينه والناس مهيصه، حاجه تفرح الصراحه يا حاج جميل. ايام مسترجة بقى يا جمال. كل سنه وانت طيب. انت طيب يا سيدي. انا فاكر ابوك كان بيقعد نفس القعده اللي انت قاعدها دي وفي ايده الشيشه بتاعته يقعد يشد منها، كان معلم ماري مركزه الصراحه يعني. الله يرحمه بقى ويحسن اليه. بس انت يا اخويا ما شاء الله عليك فاكر كل حاجه زي القرد، مع انك كنت عيل زبل قد كده. ايه عيل صغير يعني؟ ايه عيل زبل يعني؟ كنت اعمى؟ ما انا كنت بشوفه وهو قاعد يا عم. انا فاكر ابوك كان انت مش مع ام انا صح؟ انت مع الحصان. اه يا جمال واي حصان؟ فرس مهر. بس يا خساره الخيال بتاعه منتهي الصلاحيه، ريح وبينام بدري. يا عم اتهيأ لك، المعلم حناوي دارس كيمياء كويس، مش هو بس ده كل الرجاله دلوقتي دارسين كيمياء. اي راجل ينزل على الصيدليه اسعافات اوليه يطلع يخرتق الكوكب. بس انا عارف اتجوزته على ايه؟ ده قد ابوها، ابوها ايه؟ ده قد جدها. ما هو انت مش قاري تاريخ كويس، لما تقرا هتفهم. لا يا اخويا قاري وفاهم. بس تقول ايه بقى؟ هو الواد محسن اخويا اللي فاق. بقول لك يا عم انا هقوم القعده الناشفه دي وانت مش مركز معايا اساسا، وقعد تشرب شيشه وسيبني قاعد زنطع جنبك. سلام عليكم يا عم. يا ابني ماشي يا جمال، وحياة امي اللي عملها فيك. عتبت على الوقت قل الوقت وانا مالي بملي لك، كتبت فضي الليل وانا مالي.
انتي من امتى بتشربي شيشه سناء؟ تغيير يا مدحت، وبعدين ما انت شايف كل البنات بيشربوا شيشه. ايه صراحه، من ساعه ما سبت الفرع واتنقلت فرع تاني وانا حاسس ان انا اتحرمت ان اشوفك كل يوم. وحشتيني قوي سناء. بقول لك وحشتيني. انا عندي صداع رهيب، بيجيلي صداع بعد الفطار. اتغيرت قوي سناء. بقول لك يا مدحت، هو انت خلفت من مراتك؟ وانا لحقت، انا يا دوبك اتجوزت شهرين وبعد كده طلقت. طب ما تجيب من الاخر، عايز مني ايه بقى بالظبط؟ عايزين نرجع زي الاول. فاكره يا سناء؟ لا مش فاكره حاجه بصراحه، ويا ريت نبدا بقى من اول وجديد عشان اعرف انسى اللي انت عملته. خلاص نتجوز، انا مستعد اعمل كل اللي انت عايزاه عشان نرجع زي الاول. خلاص هات ابوك وامك وتعالى اطلبني من ابويا رسمي. بس كده؟ واطلب لي عشا دلوقتي بقى عشان هفتنا قوي. من عناية لو سمحت. ايه كده؟ لا وما تفوتش فرض، وعمرها ما كذبت وعمرها ما بوقت فيا، وشايله البيت فوق دماغها. تخش البيت عندنا تلاقيه بيشف ويرف من نظافتها. ربنا يخليها لك ويبارك لك فيها. وعليها نفس في الطبيخ يا حاجه، ملوخيه تعمل، باميه تعمل، وصبع المحشي تلفه قد كده اهو ملبسه في بقي. والنبي جدعه، ده البنات اليومين دول يا حبيبتي الواحده منهم ما تعرفش تعمل كوبايه الشاي لجوزها، وطول النهار مرنخين على البتاع اللي اسمه الكمبيوتر ده. لا واحنا نربي كده برضه، بس تعيلها يجي لها ابن الحلال اللي يستاهلها. هي ما اتجوزتش؟ هي اللي بترفض، ده جالها كتير وقليل بس النصيب انت عارفه. الله، طب انا طول النهار رايحه جايه في الحته، ازاي ما لمحتهاش يعني؟ لا يا اختي، ما احنا نربي بناتنا على كده، ما يخرجوش من عتبه الباب الا من البيت للجامع ومن الجامع للبيت. لا ورجلي على رجلها زي ما انت شايفه كده. الله، هي بنت اللي هو انت مش مرات الحاج كريم برضو؟ اسم الله عليك يا اختي، ما انت عارفانا اهو. واخواتها يبقوا الدع بره يوسف والدع بره جمال. حبيبتي الله، ده انا اعرفكم تمام المعرفه، ده انتم من اساس المنطقه يا حبيبتي. ان شاء الله يخليك. سعيده بمعرفتك. حبيبتي يا حبيبتي يا جيراني الهنا. ربي يخليك. تعيشي. صباح. تعالي يا بت، تعالي سلمي على خالتك. يوه، قال انت ام ايه يا اختي؟ اختك ام حسين من حاره الشهيد. اهلا وسهلا، عاشت الاسامي. ما تقعدي كويس كده يا بت وتشيلي الطرحه، خلي خالتك تبص عليكي كويس. يوه يما، ما انا لسه بصلي. ما تسمعي الكلام اللي بقوله عليه يا بنت. حاضر يا ماما. حاضر. لا اكسر للبت ضلع يطلع لها 24. اكسر لها ضلع يطلع لها. اه يا ماما خلاص. يا اختي الله اكبر الله اكبر يا اختي، بدر في تمامه، كل ده متداري في الطرحه يا اختي يا اختي يا اختي. خلاص يا بنت قومي كملي صلاه. يلا. حاضر يا ماما. حاضر. حط الطرحه على راسك. ايوه كده. بالاذن يا خالتي. تقبل الله يا حبيبتي، تقبل الله يا اختي. الله اكبر الله اكبر. ايه ده؟ شفتي؟ الحمد لله ما طلعتليش، طلعت سرحه لاهل ابوها. يا اختي انت زي القمر اهو، في ايه؟ الله اكبر. لا احنا بقى ان شاء الله لنا كلام كتير قوي مع بعضينا، بس بعد صلاه التراويح. هاخد تليفونك وتاخدي تليفوني ان شاء الله. يلا كده تمام. تطلع على مدام عفيف فوق. ها؟ معلش يا حاج، ممكن تديهم لي البيض عشان خاطري؟ معلش، هي تلاجة وبوتاجاز مش كده؟ اه معلش، ربنا يسعدك. قال ده من غير مقدم مش كده؟ طب القسط كام يعني؟ عاوز اعرف. لا لا يا راجل. لا لا لا، لو تقولش الكلام ده عم الحاج. 200 جنيه بس. لا. كل الاجهزه دي كلها ب 200 جنيه بس ومن غير مقدم. دي دعم من الحكومه بقى يا عم الحاج. لا لا لا، انا عارف انك راجل بركه، ربنا يبارك لك. لا انا هاجي لك مخصوص عشان اخد حاجه لنفسي تكرمني فيها برضه. ماشي يا عم الحاج. السلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. اتفضل اتفضل. ايه
خدت بالك يا استاذ رمضان من الراجل ده قاله في التليفون؟ واخد بالي ازاي؟ انا سمعت حاجه؟ الراجل ده بيطلع اجهزه كهربائيه من غير مقدم و200 جنيه في الشهر بس قسط. حاجه غريبه فعلا. بعدين انا سامعك بتقول من غير مقدم. انت ليه بياخد فايده كام يا فؤاد يا اخويا؟ لا ده راجل بتاع ربنا، انا عارفه، راجل كويس جدا. ما بياخدش اكتر من 10%. والله الناس اللي بتعمل خير كتير. اهو ده تلاقيه مش مستني مكسب. كانه بيسالف الناس وياخد فلوسه على 3 4 سنين. بس هو ليه شرط في اللي قسط منه انه يبقى موظف حكومي. عنده حق طبعا. هو يعني يعمل خير وبعدين في الاخر يتنصب عليه ويجري ورا فلوسه في المحاكم. بقول لك يا فؤاد، لما تبقى تيجي تروح له كده بقول لي يبقى اجي معاك. انا تحت امرك. ده انا اروح لك مخصوص. ربنا يخليك. يلا بقى على المكتب، شغل بقى. نهاره ابيض يا رياسه. نهاره قشطه يا سي هشام. مالك مزلطط ليه كده؟ مراتك ولدت انا لسه. الحمد لله عقبال ولاده. جابت رمضان. اه يا اخويا احنا في الشهر الكريم. لا ده علشان اسم حضرتك. انت مش عارف اسم حضرتك عزيز عليا قد ايه. لا يا شيخ. او ربنا. ماشي مبروك يا شيخ. الله يبارك فيك. خلاص ما يهمش. ايه يا هشام؟ يا فاهمك يا هشام، فاهمك يا هشام، اتكل على الله. اول الشهر يا هشام. ماشي خلاص حاضر. ايه يا فؤاد؟ انت لحقت تنام؟ احنا مش قلنا شغل. مش نوم يا ريس، ده دوخه من الصيام. يا عيني يا اخويا، انت ليك ما تسحرتش؟ ما تبقى تيجي تتسحر معاه يا فؤاد. بنت يا صباح، تليفونك بيرن. حسين مش هرد. طب ما تردي، اكيد مستني رد. ما هو انا نفسي بس الاقي فيه عيب واحد عشان ما بقاش رفضته عشان رجله. بقول لك يا بنت يا صباح، انت رافضاه عشان خاطر رجله ولا في سبب تاني؟ مش عارف. هو انا يا بنت لو اتجوزت وخلفنا عيال يعني هيطلعوا زيه كده؟ انت عبيطه يا بت ليه؟ لو كان سكر ولا ضغط اتفق لي بقى خير. طب انا هكلمه. هكلمه اقول له ايه بس؟ الحيره دي بس يا ربي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سيبيني اشوف لوحدينا يا سلام. حاضر يا حاج. يا ساتر. اتفضل يا بابا اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صباح عاملة ايه؟ انت مش عجباني. لا خالص يا بابا، انا الحمد لله في نعمة. الحمد لله. بس انت مش كويسة، انا عارفك. بقول لك ايه، قولي لي كلمتين بقى عشان نقوم للواد ده، لازم نرد عليه. الصراحة يعني يا بابا انا خايفة اجرحه، خايفة الا يفهم يعني ان انا رافضاه عشان موضوع رجله ده. امال انت رافضاه عشان ايه؟ يعني اصل انا يا بابا يعني زي كل البنات كان نفسي اما اجي اتجوز اتجوز جدع كده يملى عيني، جدع كده اما امشي معاه في وسط الحاره الناس يقعدوا يحكوا ويضحكوا. انما حسين يعني يعني عشان موضوع رجله يعني والله ما انا عارفه اقول لك ايه. أنا فاهمك يا بنتي، فاهمك. بس أنا عايز أقول لك حاجة يا صباح، البني آدم يا بنتي بشخصيته مش برجله. ما هو ده بقى اللي محيرني. إكمنه يعني هو كبني آدم تقريبا كده ما فيهوش عيب. أنا مش عايز أضغط عليكي، يعني براحتك أنت حرة. بس يعني أديكي فرصة تانية ولا أعتبر إن ده ردك الأخير؟ لا خلاص يا بابا، ده ردي الأخير. طيب ربنا يعدينا منها على خير يا بنتي. خد يا لا يوسف. راح فين؟ راح صلي. صلي ايه؟ صلي الفجر. وكمان ليك عين تصلي؟ جرع كله إلا صلاة الفجر.
راحه نفسيه رهيبه يا يوسف، رهيبه رهيبه رهيبه. فين الفلوس يا قط؟ فلوس يا جدع انت كل شويه تفتشني. الفلوس دي اللي كنت هتجيب بيها بودره لسمير. بودره ايه يا عم، انا بطلت مصالح البودره دي خالص. بسم الله ما شاء الله، كمان بقيت تقفش ميات. عادي يا يوسف، ربنا يهديك، ما بعملش مصالح بودره انا. انت كداب بأمارة الدولارات. عارف الواد جايب الدولارات منين؟ منين؟ سارقها من اخوه، يعني كان عادي جدا تروح فيها ونتجر كلنا معاه. لا يا حبيبي انا مش هتجر، انا مال انا، هات الفلوس يا يوسف. يا ده انت بيجح قوي. بس يا يوسف احنا في الشارع وابوك في الجامع. ما هو المصيبه انه مش عايزه يعرف، لانه لو عرف هيروح مننا. طب خليك بقى يا ابني كويس، عايز ابوك يروح منكم يعني؟ اهدى كده. انت عارف الواد اللي كنت هتجيب له بودره ده عيل صغير، يعني كان عادي جدا يموت يبقى ذنبه في رقبتك. هو انا امنع قدر؟ انا مالي؟ وبعدين يا سيدي لو ما جابش مني هيجيب من غيري. خش صلي يا جمال، خش صلي. لا لا، طب هات الفلوس عشان اخش صلي. حسن ده كمان شمال، يعني ما كانش هيسيب حقه يروح كده. لا يا ابو، مش هيعرف يعمل معايا حاجه. هات الفلوس. سد هلا، انت مفيش منك رجا، جاتك القرف. خد فلوسك اهي كده يا يوسف، ترمي نعمه ربنا على الارض وعمال تكلمني في الحلال وفي الحرام. استغفر الله العظيم، لا اله الا الله، لا اله الا الله يا جدع. ربنا يهديك يا يوسف، هدعي لك ربنا يهديك والله. بعت قد ايه؟ يعني مش كتير. الحقيقة يا هيثم جه. اللي جايبه من غير تليفون ده غريبة قوي. شوفي عايز ايه وقولي لي. ها قولي. أؤمر بحاجة حضرتك، عايز حاجة؟ بهرج مالك؟ عاوز اتكلم معاكي شويه. طيب ماشي، عن اذنك. مالك يا هيثم، في ايه؟ تعبان جدا، ما نمتش من امبارح اصلا. ليه؟ مامتك كويسه؟ الحمد لله، سمير اخويا بس هو اللي هيجنني. من ثانويه عامه ومذاكره، ما تستحمله شويه. ابن ادم فظيع، هيخلص عليا. ايه التفاهه دي؟ هو ده اللي مضايقك بس؟ انا تعبت يا سناء، بجد تعبت، ونفسي بقى استريح في بيتي. وانا اكتر منك. طب يلا خليني اروح اكلم بابا وماما في اسرع وقت. يعني هو ده اللي هيريحك؟ اه، انا مش هستريح غير لما يبقى ليا بيت ما اسمعش غير صوتك فيه وبس. وانا مش هسيبك يا هيثم، وتعالى بقى اكلم بابا وماما واللي يحصل يحصل. فعلا؟ يا ابو الكباتن نفختني رنات يا عم، ده انا غيرت في دقيقتين مفيش غيره. اما انا قاعد قلقان لكون سعاد اختي شافتني وانا طالع تبلغ عننا البوليس، تقول ده بيضربوا في الشقه اللي فوق. لا انت نقلت ايه اصلا؟ فرقت 10. 10 ايه يا عم سامح؟ احنا داخلين خناقه؟ ده بيقولوا رمضان بكره. ما قالوش لسه ما قالوش. خد من السلطان، وهم يقولوا كده واحنا مش سلطانين. ايه رسائل رمضان بدات اهي. يبقى بكره رمضان. بكره يبقى رمضان بكره يا عم الحاج. يا عم ده اللي انت عملت ايه يا عم؟ ايه يا عم انت مجنون؟ في حد يرمي النعمه؟ انت بترمي قوتي وقوت دماغي؟ يا عم مش بقول رمضان بكره يا عم، كنت خليهم بعد رمضان. يو انت فرحك على العيد يا خبير. احنا فين والعيد فين يا سامي؟ فرحك محتاج حشيش، المنطقه نصها مدمنين وكلهم متعشمين فيك. ما يجي العيد يحلها الف حلال، مش ده الموضوع اصلا. انا ممكن اقضي العيد والفرح على لحم دماغي كده، لكن الشقه دي اعمل فيها ايه؟ الشقه دي هتضيع مني يا سامي، دي جالها زاله. يا عم هو مش نسيبك شغال في المحافظه؟ خلاص خليه يتوسط لك ويكوسوا لك القضيه. انت بتتكلم كده يا سامي كانك جاي من المريخ، مش كانه جوز اختك وانت عارفه كويس قوي، متثبت وطالع له ضمير كده. طب والله العظيم هو قصد ما اتدخلش في القضيه دي بالقصد. والله انا ما صعبان عليا الا البت رضا بنت اختي دي، غلبانه وعايزه تتستر، حظها المنايل ان يطلع لها اب شريف. رضا ما قلبها حاسس. يا حبي يا روضه، يا روحي، يا حبي. مش لما نعرف رمضان بكره ولا لا؟ بكره ان شاء الله لو ربنا لطفت عندنا اول يوم. انا السنه اللي فاتت فطرت عند امك اول يوم. لا انا هفطر عند عمي، ده حتى ماكد عليها من اسبوع. اعتذر لعمي والله هزعل. رضا قولي الواد وش هيزود لمط على البلكونه. زود الدنيا يا اوشا. حاضر يا ام رضا. وبابا كمان هيزعل. يا بابا، بابا هيزعل. طب دي سناء هتعمل لك السلطه اللي انت بتحبها، ووليد هيجيب لك الرصاص من بتاع ام هشام. تصدق يا بابا خميس مش عاوز يفطر معانا؟ اه انت ليه مش فاضي؟ خليها تاني يوم ما حبكتش، ممكن بكره مش رمضان. طب
بابا بيقول لك ما ينفعش خالص، لازم تيجي تفطر معانا، احنا كلنا مستنيينك. ماشي يا حب، ماشي يا أميرة إدارة المرور. وبيقول لك كمان كل سنة وأنت طيب. وأنا قلت حاجة؟ رمضان كريم يا حلو. باي باي باي. إيه يا بابا؟ مفيش حد بيكبس على حد أول يوم رمضان كده. هو في إيه؟ هو أنتوا مش طايقينه كده ليه؟ ده احنا هنتجوز في العيد، يعني هيبقى جوزي. في إيه يا ماما؟ في إيه يا بيت؟ هو حد قال حاجة؟ اسكت أنت يا سعاد. شوفي يا رضا يا بنتي، احنا بنحاول نلم نفسنا علشان نخلص شقتك، مش فاضيين لازم حد. ماشي يا بابا براحتك. طب ده حتى اهله مسافرين في العمره، غلبان يعني قاعد لوحده. خلاص بقى، خلاص يا رمضان، يجي يفطر معانا بكره وخلاص. خلاص يا اختي، قومي اذبحي له ذكر البط علشان بسلامته يفطر معانا. يا سلام، انت بتتريق يا بابا؟ ما يستاهلش يعني هو ذكر بط؟ لا، اذبح له خروف. متشكره لكم قوي. لا انت قمصه كده ليه يا بنت؟ ابوكي بيهزر. ما بهزرش، طب والله ما يستاهل ربع فرخه. بسم الله ما شاء الله، انا قلبي بيتشرح يا ادم لما اشوفك بتقرا في القران. انا بحفظ جزء عام يا جدو عشان العجله. ربنا ينور قلبك يا ابني، ما تقلقش هجيب لك العجله لما اخلص جزء عام، بس الصوم كمان يا ادم. ما انا بصوم يا جدو لحد العصر زي ما قالت لي ماما. ما هي ماما بتقول لك اللي ربنا قال لنا عليه، لان ربنا هو اللي امر بالصوم مش ماما. وليه ربنا امرنا بالصوم يا جدو؟ هو انت لما بتروح للدكتور مش بيكتب لك على دواء عشان تخف؟ اه. طيب بتسال الدكتور انت كتبت الدواء ده ليه؟ لا. يعني بتنفذ اوامر الدكتور لانك عارف ان هو عارف مصلحتك. طيب معقول نسمع كلام الدكتور وما نسمعش كلام ربنا؟ وربنا هو اللي خلقنا وهو اللي عارف اللي ينفعنا واللي يضرنا. انت عارف يا ادم ان العلماء الكبار اكتشفوا ان الصيام ده بيعمل حاجات مهمه قوي لجسم الانسان، يعني مثلا بيخففنا من الامراض وبيموت الجراثيم اللي جوانا، والاهم من ده كله انه بيعودك ازاي تتحكم في نفسك. يعني ايه تتحكم في نفسك يا جدو؟ يعني ازاي تتحكم في نفسك يا جدو؟ هقول لك انا، يعني مش كل حاجه بتيجي على نفس الواحد يعملها على طول. يعني مثلا افرض انك انت جعان ومعكش فلوس، يقوم عقلك يقول لك ايه يا واد يا ادم اتصرف وروح هات فلوس من اي حته عشان تاكل، ما انت جعان بقى. لكن الصيام يعمل فيك ايه؟ يخليك تستحمل الجوع لحد ربنا ما يرزقك بفلوس حلال واخدها من ابوك من امك من جدك. شفت بقى الصيام ممكن ينقذك من انك انت تعمل حاجه غلط او حرام ازاي؟ انت دلوقتي مش جعان؟ اه. انا شايفك عايز تاكل صح؟ صح. لكن بتمسك نفسك، يعني انت دلوقتي بتعود نفسك انك انت مش كل حاجه نفسك فيها تعملها وخصوصا لو كانت حرام. يبقى الصيام ايه؟ بيعودني امسك نفسي عن الغلط يا جدو. جدع، وايه تاني؟ واسمع كلام ربنا عشان صحتي تبقى كويسه. لا مش عشان صحتك وبس، عشان ربنا عاوز كده، واحنا عشان بنحبه لازم ننفذ اوامره. زي ما انا بحبك يا جدو وبنفذ اوامرك. الله ينور عليك. شفت بقى انت لما هتحفظ جزء عامه مش انا هجيب لك العجله هديه؟ اه. شوف بقى هديه ربنا ليك لما انت تصوم، عارف هديته ايه؟ ايه؟ هيدخلك الجنه، الجنه اللي فيها كل اللي نفسك فيه. كل حاجه يا جدو؟ اه. يعني ممكن الاقي طياره؟ هتلاقي طياره، تلاقي مركب، وتلاقي عربيه، وتلاقي شجر، وتلاقي فواكه، كل حاجه، كل اللي نفسك فيه. خلاص يا جدو، انا هصوم طول اليوم وكمان طول الشهر. ربنا قويك يا ابني، ربنا يحميك. ربنا يبارك فيك. ايه يا ابو الكبات اللي نفختني رنات يا عم؟ ده انا غيرت في دقيقتين مفيش غيره. اما انا قاعد قلقان لتكون سعاد اختي شافتني وانا طالع تبلغ عننا البوليس تقول ده بيضربوا في الشقه اللي فوق. لا انت نقلت ايه اصلا؟ فرقت 10. 10 ايه يا عم سامي؟ احنا داخلين خناقه؟ ده بيقولوا رمضان بكره. ما قالوش لسه، لسه ما قالوش خد من السلطن، وهم يقولوا كده واحنا مش سلطانين. ايه رسائل رمضان بدات اهي. يبقى بكره رمضان بكره. يبقى رمضان بكره يا عم الحاج. يا عم ده اللي انت عملت ايه يا عم؟ ايه يا عم انت مجنون؟ في حد يرمي النعمه؟ انت بترمي قوتي وقوت دماغي؟ يا عم مش بقول رمضان بكره. يا عم كنت خليهم بعد رمضان. يو انت فرحك على العيد يا خبير. احنا فين والعيد فين يا سامي؟ فرحك محتاج حشيش، المنطقه نصها مدمنين وكلهم متعشمين فيه. ما يجي العيد يحلها الف حلال، مش ده الموضوع اصلا. انا ممكن اقضي العيد والفرح على لحم دماغي كده، لكن الشقه دي اعمل فيها ايه؟ الشقه دي هتضيع مني يا سامي، نجي لها زياده.
يا عم هو مش نسيبك شغال في المحافظة؟ خلاص خليه يتوسط لك ويكوسوا لك القضية. انت بتتكلم كده يا سامي كأنك جاي من المريخ، مش كأنه جوز اختك وانت عارفه كويس قوي، متزبط وطالع له ضمير كده. طب والله العظيم هو قصد ما تدخلش في القضية دي بالقصد. والله انا ما صعبان على الا البت رضا بنت اختي دي غلبانه وعايزه تتستر، حظها المنايل ان يطلع لها اب شريف. رضا ما قلبها حاسس. يا حبي يا روضة يا روحي يا حبي، مش اما نعرف رمضان بكره ولا لا؟ بكره ان شاء الله لو ربنا لا تفطر عندنا اول يوم. انا السنه اللي فاتت فطرت عند امك اول يوم. لا انا هفطر عند عمي، ده حتى مأكد عليها من اسبوع. اعتذر لعمي والله هزعل. رضا قولي الواد وش هيزود لمط على البلكونه. زود الدنيا يا اوشا. حاضر يا ام رضا. وبابا كمان هيزعل. يا بابا بابا هيزعل. طب دي سناء هتعمل لك السلطه اللي انت بتحبها، ووليد هيجيب لك العرقسوس من بتاع ام هشام. تصدق يا بابا خميس مش عاوز يفطر معانا؟ اه ليه مش فاضي؟ خليها تاني يوم ما حبكتش، ويمكن بكره مش رمضان. بابا بيقول لك ما ينفعش خالص، لازم تيجي تفطر معانا، احنا كلنا مستنيينك. ماشي يا حب. ماشي يا أميرة إدارة المرور. وبيقول لك كمان كل سنة وأنت طيب. وأنا قلت حاجة؟ رمضان كريم يا حلو. باي. باي باي. إيه يا بابا؟ مفيش حد بيكبس على حد أول يوم رمضان كده. هو في إيه؟ هو انتوا مش طايقينه كده ليه؟ ده احنا هنتجوز في العيد، يعني هيبقى جوزي. في ايه يا ماما؟ في ايه يا بنت؟ هو حد قال حاجة؟ اسكت انت يا سعاد. شوف يا رضا يا بنتي، احنا بنحاول نلم نفسنا علشان نخلص شقتك، مش فاضيين لازم حد. ماشي يا بابا براحتك. طب ده حتى اهله مسافرين في العمرة، غلبان يعني قاعد لوحده. خلاص بقى، خلاص يا رمضان، يجي يفطر معانا بكرة وخلاص. خلاص يا اختي قومي اذبحي له ذكر البط علشان بسلامته يفطر معانا. يا سلام انت بتتريق يا بابا؟ ما يستاهلش يعني هو ذكر بط؟ لا اذبح له خروف. متشكره لكم قوي. انت قمصه كده ليه يا بنت؟ ابوكي بيهزر. ما بهزرش، طب والله ما يستاهل ربع فرخه.